شركة عرب جروب مؤدات مزارع الدواجن، باشا فطر ايطالي اللي هو البركولي، ده طبعا الشفاط اهو مميز هو بالدراع ده اهو، ادي كلمة بركولي اهي. واضح هنا اهو. ده شفاط ايطالي بركولي، طبعا ده الشفاط اللي هو الصيني بتاعنا اللي احنا بنستورده. طبعا بنركب عليه موتور شيما ايطالي، او اللي عاوز طبعا موتور صيني بنركب له عادي يعني.